لابد ان احيي معالي النائب العام سياده المستشار حماده الصاوي. 48 ساعه انتهاء تحقيقات واحاله المتهم اللي قتل بنت مصر نيره الطالبه الجامعيه امام جامعه المنصوره. احالته النهارده لمحكمه الجنايات والقضيه، وامتى الجلسه؟ يوم الاحد الجاي. اسرع تحقيقات باسرع احاله باسرع تحديد جلسه محاكمه. يعني يوم الحد الجاي بدأ اول جلسه محاكمه المتهم اللي قتل بنت مصر نيره. النائب العام النهارده كلامه محدد وواضح واتهامات محدده وواضحه، ولكن ايضا العداله الناجزه وسرعه التحقيقات، وايضا زي ما بقول الوجع اللي عند كل مواطن مصري في هذه الجريمه. ومره تانيه كل التحية لمعالي النائب العام. إحالة سريعة تشفي الغليل، تشفي غليل المصريين. دكتورة مايا مرسي، أولا مساء الخير. تحول وتحرك كبير من النيابة العامة وأيضا من جانب المجلس القومي للمرأة النهاردة لمواجهة تداعيات واستنكار من المجلس ومن الشعب المصري على ما قاله دكتور مبروك عطية من تبريرات مدانة لمن قتل هذه الطالبة المصرية. أولا شكرا على الشكر لسيادة المعالي النائب العام، وبضم صوتي لصوت سيادتك. العدالة الناجزة، نحن دولة قانون. السرعة اللي حصلت في التحقيقات الكبيرة على فكرة، يعني في الشهود عدد كبير، 25 شاهد تقريبا في هذه القضية، وحالتها سريعا للمحاكمة في قضية بنت مصر، وسعيدة أيضا بالمسمى، وعزائنا الكبير لأسرتها وعزائنا الكبير لزملائها وزميلاتها. اللي حصل مش قليل، وإحنا شايفينه مش بس جريمة قتل، ده انهيار أخلاقي كبير أستاذ أحمد. يعني لا في تبرير. يعني تعليقي على ما كتب ما قاله الدكتور فتنة، والنهارده خرجت دار الافتاء قالت ده حديث فتنه وليس له علاقه بالمنهج الصحيح، وفي تحريض على العدوان وعلى المراه وتحقيرها. الى متى سنسمح بهذه المقولات اللي بتنتقص من اخلاق، من حق المراه كحق دستوري؟ احنا عندنا حقوق دستوريه، نرجع للدستور، في حريه شخصيه وحق طبيعي ومصون، عندنا قوانين بتحمي الحريه الشخصيه وحرمه الحياه الخاصه، عندنا دي قضيه على فكره اللي عمله الدكتور وغيره على فكره، يعني اللي بيعمله الدكتور وغيره من مستبيحي الفضاء الالكتروني وكان ما فيش اي محاسبه، هو بس كراهيه وعنف مجتمعي واثاره فتن وتدبير سلم عام وامن وامان سيدات في الشارع على فكره.